بعيدا عن كارما اليوم خالد يوسف، بالإضافة إلى كونه مخرج عبقري وصاحب صورة جميلة جدا، هو أيضا مهتم بالسياسة وعنده مواقف سياسية وعنده تصريحات سياسية. مؤخرا المتابع للساحة الفنية المصرية والعربية بشكل عام يلاحظ أنه خالد يوسف ابتعد قليلا عن التصريحات. هل تحضير لعمل جديد هو من سحبك من السياسة، أم أنه هناك قمع وهناك خوف؟ لا، من ناحية قمع موجود، لكن خوف عمره ما كان موجود، وأنا عمري ما خفت، وهو اللي تسبب لي في كل مشاكلي أصلا هو عدم الخوف. لو كنت بخاف ما كانش حصل لي أي مشاكل، فأنا ما بخافش وما انسحبتش. أنا كل الحكاية أني ركزت شوية في شغل السينمائي، بشتغل على فيلم كبير جدا بإذن الله، يبقى فيلم عالمي فيه نجوم عالميين اللي هو الأندلس، بقى لي فترة بحضر له، فده خدني شوية من خاصة أنه كمان الأجواء في مصر مش محتملة أي حد يصرح أي تصريحات، يعني أي حد بيصرح تصريحات ياريته هو بيتضرر، لا ده أهله هم اللي بيتضروا وأصحابه هم اللي يتضروا، يعني بقى في درجة من درجات القمع تخليك ما تبقاش أناني في فكرة التصدي، أنه مش أنت اللي هتدفع الضرائب، للأسف ناس تانية اللي هتدفع الضرائب. دي طريقة يعني للأسف محزنة جدا ان احنا نوصل لها. يعني الوضع محزن في مصر حاليا في رأيي. طبعا رأيي محزن. وما رأيكم فيما يحدث لبعض الممثلين وبعض المبدعين المصريين، مثلا خالد أبو نجا اليوم نظن يدفع ثمن تصريحاته؟ بكل تأكيد أي حد معارض للنظام في مصر بيدفع ثمن، واللي ما عندوش قدرة على دفع ضرائب مواقفه ما ياخدهاش، فدي ضرائب لأي حد بيعتقد في صدق نفسه وفي صدق توجهاته، وإنه بيقول آراءه ديت اللي ناتجة من موقف هو يعتقده، عليه أن يتحمل ضرائب مواقفه يعني. ودي طول عمري بقولها، يعني اللي ما عندوش قدرة على تحمل ضرائب مواقفه ما ياخدش الموقف.